السلام عليكم، اهلا وسهلا بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم. معكم فاطمه الزهراء. بزاف منكم كينساو بان انا سميتي فاطمه الزهراء، كيعيطوا لي غير مغربيه مغربيه بحال شفت جايه من المريخ والجنسات، كنحس براسي. فالمهم كي دايرين؟ معكم فاطمه الزهراء المشعككه من بريطانيا المبلله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه واموركم هانيين. هانتوما راح تبديتو عليا بزاف فاطمه الزهراء باني عرفتو هاد الريحه تاع الجسم، شريتها ولقيت راسي انها شريتها وهي مستعمله، ناقصين فيها ما عرفت شحال. ما علينا، شكرا بزاف على الميساجات ديالكم، شكرا بزاف على التعليق ديالكم في اخر فيديو لهلاي خطيكم عليا. صراحه ديما 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 كاينين معايا، ديما اللايكات، ديما التعاليق الزوينه. وليت كندير لكم واحد الفقره ديال كنخلي لكم فيديو في الانستغرام باش كنقدر نشوف تعاليقكم، كنكتب لكم حطوا لي تعليق وكنقرا التعليق وكنتمتع وكنستمتع الصراحه معكم. كيف العاده اختكم ضروري تشري الليبستيكس الكلوزات والعكوره وداكشي. المهم بغيت نقول لكم البنات، راني فتحت صفحه في فيسبوك سميتها مغربيه في بريطانيا، يعني دخلوا غير الفيسبوك ديروا مغربيه في بريطانيا وغادي تلقاوها تما. غنبقى نحط لكم فيديوهات بالنسبه للناس اللي عندهم جمال ستة وما كيقدروش يتفرجوا في اليوتيوب. ما علينا، مرحبا بكم في روتين جديد، نهار جديد، اسبوع جديد، موضوع جديد. شحال هذايا البنات بيني وبين ندير شي قليسة رومانسية وشي عشيوة رومانسية وشي غديوة رومانسية يا اختي. وتخيلوا نتوما توحشتوا، نتوما كتقولوا لي فاطمه الزهراء شحال هذا ما درتي الكريديتك شي حاجه وديري وباز. تخيلوا دابا هو مسكين واش ما غاديش يكون موحش بحال هذا الشيء هذا. مع العلم ديما تجي عندي وكنقول ماشي مشكل. هاني الصراحه البنات والله العظيم شفتوا في الزواج، اللهم لله الحمد، حلالا طيبه خلا مولا. بعض الحوايج ما ماشي ضروري تخدم فيهم ديك الحساب ونتحاسب مع راجلي والكرامه ولا انا درت ليه هو خصو يدير ليا، انا ديما كندير، انا ديما كنفعل. راه صراحه كاين شي حوايج المراه هي اللي خاصها ديرهم، بحال ماشي مفروض عليها، ولكن حيت الراجل ما غاديش يجي ويقدر يوجد لك شي حاجه في الدار، وهذا قليل جدا الا من رحم ربي. الى هذا يقدر يقول لك، يقدر يعرض عليك الزنقه ولا هذا، فباش تقدروا شويه تبدلوا وتخرجوا من الملل. انا ديما كنقول لكم البنات من عشاق، انا من بين العيالات او من بين النساء اللي كنحماق على عيد ميلاد، خطوبه، ذكرى الزواج، ذكرى التعارف. عرفتوا علاش؟ وحق الله كنحس بان الزواج بلا هاد الشيء هذا كيجي كيولي ممل، كيكون فيه الممل، كيكون فيه الملل صراحه. الا ماشي مره هكا تفكرتوا بعضياتكم بكادوات، تفكرتي راجلك هكا بشي حاجه اللي شويه مختلفه من لا شيء، تجي طيحي عليه للراس بشيوه رومانسيه، واو شي حاجه زعما الصراحه اللي واو. دابا هاد النهار هذا اللي انا كندير فيه هاد غنوجد لي بعدا داكشي اللي كيحماق عليه وغندير ليه مفاجاه، يعني ما عارفش. هاد النهار هذا البارح ديالو، يعني البارح ديالو الليله ديالو هي اللي انا كان عندنا عيد الزواج انا وياه، وما عرفت كيفاش كنهضروا وحنا نشوف التاريخ وانا نقول له ايفا وي ايفا راه اليوم عيد زواجنا انا وبابا التاسع، وي نشرح ليها قالت لي ماما واش 9 سنين، وانا نقول لها ياه بنيتي تخيلوا 9 سنين وانا مجوزه. عرفتوا ما تخيلتش، انا كنت كنتخيل واقيلا شي 7 سنين وحنا مزوجين ولا الله اعلم. وزعما سبحان الله، حيت راه ايفا دابا عندها 6 سنين وانا دابا 9 سنين وانا مزوجه. فالمهم علينا، الحمد لله بقينا والو العشر سنين، كنحس بانه 10 سنين غتكون شويه مختلفه، غتكون مغايره. من نهار اللي تزوجت بيه كنقول له كنتسنى عيد زواجنا العاشر، فتبارك الله وصل عنبي. صراحه هاد 9 سنين هادي دازت بالحلو ديالها، بالمر ديالها، بالزوين ديالها، بالخايب ديالها. اهم حاجه هو انه الصبر كيكون بين جوج الناس، كيدوزو ضروري كيكونوا مشاكل، ضروري كيكونوا بحال دابا نتوما شاركت معكم شي حوايج من بين دوك الحوايج اللي ما كيخلي ونيش نبان انني انا انسانه اللي واو. حيت بزاف الناس في هاد السوشيال ميديا كيبقاو يتغروا، يعني كتبقاو تشوفوا مثلا كوبل، انا مني منكم ضاحك ناشط، حتى كنسمع واحد جوج ثلاثه طلقوا وعاودوا تزوجوا من جديد او لا او لا او لا او لا. هادشي كلشي مناش، هادشي كلشي من ديك ديال ديما انا راجلي الطوب وانا الطوب وما بيناتناش وراجلي ما كاينش بحاله وراجلي كذا وحنايا فنين وحنا. هادشي كلشي من ديك الصوره اللي ما كتكونش حقيقيه اللي كيعطيوها المؤثرين او اللي كيعطيوها البلوجرز او البلوجرز اللي كيكونوا في هاد الدومين هذا من وراء الشاشه. ديما كيعطيو صوره انه شحال وحده كنعرفها انا شخصيا قبل كاع ما ندخل هاد الدومين، كتبقى تقول لك انا راجلي ما كيديرش ليا، وشوفي فلانه راجلها كي تتعامل معاها. منين دخلت لهاد الدومين عاد وليت كنعرف بانه كنقول
الناس اللي هما قراب ليا. ودابا نقولها لكم حتى نتوما راكم بحال خواتاتي. شوفوا نقول لكم راه داكشي اللي من مور كاميرا راه والله العلي العظيم البنات الا ما تيكونش هو ديما راه كتكون منه غير الا قلنا صحيحه غتكون غير واحد 80% صحيحه، 20% راه ما كتكونش صحيحه هادشي الا كثرنا. اما راه كيكون العكس، تيكون العكس تماما. بطبيعه الحال الانسان كيبغي يعطي صوره زوينه على 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 راسو على زواجه هذا، وكينسى بانه هذيك الصوره اللي كيعطيها راه كتضر ناس اخرين، يعني ناس اخرين كيحسب لهم راه هذيك هي الحقيقه. كتبقى تقارن كتقول لك شوفي البنات رجالهم باش يديروا ليهم وانا راجلي ما تيديرش ليا. هادشي علاش انا ضد، يعني انا مع الانسان اوكي ما يبينش السلبيات كاملين، ولكن مره يبين انه راه كاينين حتى هو فيه سلبيات، حتى علاقته الزوجيه فيها سلبيات، حيت راه ما كاينش شي علاقه زوجيه ناجحه 100% ونقيه 100% وزوينه 100% والراجل فيها ملاك وكيتهلا في المراه ويتبحلس فيها ويعطيها ويدير ليها، اولا المراه عاوتاني نفس الشيء. رحنا كاع بني ادم ورحنا كاع جوج عقول، حتى وحده فينا ما كتكون مزوجه خوها او لا خوك. خوك شتي نقول لكم هذاك المثل ديال حتى واحد فينا مزوج خوها راه خوك، وتقدري مثلا تناقري معاه، تقدري ما داك اللي راجل اللي ماشي راجل ماشي كبر معاك ما عارفكش كاع، واخا يكون تا ولد بلادك راه ما كيتسماش انه عارفك. كتكتشفوا بعضياتكم، كتعاكسوا كتعاوروا كتناقشوا كتعصبوا على بعضياتكم، هادشي راه كيوقع. واش غنقول لكم انا اللي غنقول لكم هي الله ينجينا وينجيكم غير من الناس. شتي في العلاقه الزوجيه الا بقات بقى كلشي بين جوج، بقى كلشي بينك وبين راجلك، كلشي كيتحل، كلشي كيتحل. انا شي حوايج جبت منهم شخصيا كنشوف انه اي حاجه دازت بيني وبين راجلي كتحل، الحاجه اللي كيدخلوا فيها العائله كتولي مشكله. يعني نصيحه بالنسبه للبنات، انا بعدا شخصيا ما كنديرش هاد القضيه توقع لي شي حاجه الو ماما ولا تلقى لي شي حاجه ديك الساعه بابا الله يرحمه مثلا الو بابا، بالعكس انا بابا الله يرحمه ويوسع عليه مش الله ان شاء الله نتلاقاه في الجنه وتكون بلاصته في الجنه، انه مشى وتوفى وهو عمره ما عرف حتى شي مره تناقشت مع راجلي ابدا، خصوصا انا ما فياش ديك القضيه ديال واحد جوج نقول شي حوايج اللي تتشوفي راسك انه يقدروا الناس يستافدوا منهم ماشي مشكل تقوليهم، شي حوايج اللي كتوصل معاك العدم كتلقى راسك صافي مشيتي وبديتي كتهضري، ولكن على الاقل كيبقاو شي حوايج اللي مخبيين من هذا الشيء كامل، انه ماشي واحد جوج نمشي نعاود لدارنا ونخصب بينهم، لانه انت كتصالحي مع راجلك وداركم كيبقاو ديما سبحان الله شادين ديك النظره الخايبه. واخا انا سبحان الله انا ماما واخا ما عرفتش نقول لها على عمر تتقول لك انتي بنتي وانا عافاك، عرفتو تنوجد هنايا على غفلان تنوجد، ولكن كنصور لكم نهاري كيما هو. انا كنشقى، ها اسراء تتبكي، ها اسراء قالت لك هزيني، ها عرفتو والله الا السنافير ما نعاودش لكم خلاتها هاجر. فصافي كنبقى شويه كشويه كشويه باش ندوز هاد النهار، باغا ندير ليه مفاجاه الصراحه قبل ما يدخل. وانا من النوع اللي كيعجبني كما قلت لكم هاد الشيء باش نبدل شويه داك الروتين. الزواج كيبقى الحمد لله شي حاجه اللي زوينه وربي كيبارك فيها، شتي والله واخا فيها مشاكل ربي كيبارك فيها، يبعد عليكم غير بنادم. هاد الشيء اللي انا كنقول، وانا لاحظت بانه انا مثلا انا وراجلي حاليا الحمد لله علاقتنا مزيانه، كاينين هكا شي حويجات كيكونوا كنتغلوا على شي حوايج، ولكن الحمد لله ما كندابزو حتى شي حاجه حيت بعيد منا بنادم لاحظتها، حيت انا بطبعي صباره ما نكذبش عليكم، ومني كيكون بنادم كيبقى يدخل داك الصبر اللي كيكون عندي كيمشي كيهرب ما كنبقاش قادره نصبر. تنقول سيختو انا مثلا راجلي من النوع اللي كيحشم، من النوع اللي ما تيبغيش المشاكل، فيقدر يقول لك انت اللي انت اللي مراته، يقدر يقول لك انت صبري، ولكن دوك الناس الاخرين يقول لهم ما تصبروش. فمنين بعيد مني بنادم صافي وليت الحمد لله باخير ما نكذبش عليكم، والله بالي الحمد. هادشي اللي بغيت نقول لكم، الصبر 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 ثم الصبر في الزواج. ومره مره هكا ندير شي مفاجاه لراجلي، ندير شي حاجه مختلفه، فهمتوا، باش ما نبقاوش نحسوا في الملل. انا من هاد النوع اللي كيعجبني هادشي ما نكذبش عليكم، ولكن عمر من النوع اللي لا بغيتي تفاجئيه تفاجئيه طبله تكون غير مختلفه على الايام العاديه، ديري جوج شميعات ثلاثه شميعات اختي وجدي ليه الماكله والشراب، عطيه يا عمر كريشته، هذه بالنسبه ليه هي كلشي، حيد عليا ديك لا طاقت وداك الزواق وداك الشيء، داك الشيء ما معدش معاه، داك الشيء كيبقى غير شكلي بالنسبه ليا انا، حيت عز عليا داك التخربيق ديال الزواق وصافي. اما هو الا طيبتي ليه شي طبله منوعه وشهيه والاكلات اللي كيعجبوه والله الا كيفراح. فصافي حيت 9 سنين ديال الزواج قلت والله انا الثامن، العام اللي فات كنا انا وياه عندنا شي ظروف صراحه ما دوجناهش مع بعضياتنا، هاد العام هذا قلت صافي ضروري غادي ندير لي شي حاجه. في واحد القاعده البنات في وجهي، شوفوا دابا وجهي بالضبط كي الحركه اللي كندير، الا كنت كندير شي حاجه فيها شويه الجهد كنبقى ندير ديك الحركه ما عرفتش علاش لا اراديا. ما علينا، الظلمه البنات شنو هي الظلمه؟ كديري فيها الخضره كيما شفتوا الدنجال كتقطعيه تخويليه المخ ديالو، كديري فيها القرعه اللي هي الكوسه الا بغيتي اختياريه،
وكدير فيها السلق اللي هو هذا مهم. هذا السلق هذا داير بحال شكل سبانخ، ولكن ماشي سبانخ، راه كاين في المغرب غزاله البنات جربوا هادو المعرقيه فنه. هذوك الجذوره ديالهم ما كترميهمش، كتقطعي السلق وكتشدي دوك الجذوره ديالو اللي هما غلاظين، سواء اللي كيكونوا لتحت سواء اللي بحال هادو دابا اللي انا كنقطعهم من داك الورق، حيت ما يمكنلكش تلفيه حيت هو كيجي بحال ملفوف، وكديريهم لتحت كاع في المقله وكتشدي البصله حتى هيايا كتقطعيها. راه وريت لكم كيفاش كتقطعيها من النص، كتشدي البوت وكتقطعيها حتى توصلي للنص ديالها وكتزكاي، ما كتقطعيهاش كلها وكديريها طيب صافي. وكتجيبي الفول اللي هو الفول اللي كيكون هكا يعني مكلاصي في المغرب كاين داك الفريش، شدي غير الفول الفريش قطعيه، حيدي ليه داك القشره ديالو وحطيه حتى هو فوق هذوك الجلوس هذوك الجذوره ديال السبانخ. واللحم، اللحم انت وشحال ما بغيتيش، سواء اللحم سواء الدجاج، ولكن انا كنفضلها باللحم. كتجي البنات يا سلام واعره. هنايا كتشدي داك اللحيم باش تجي فيه شويه ديال المذاق زوين، كديري عليه شويه ديال البزار، شويه ديال الزعفران، اولا كتخلطي البزار والزعفران وهذا الرمان، هذا دوبس الرمان، عصير الرمان ومطيشات الحك، كتخلطيهم في شي طباسيل بحال هكا هو الاول، عاد تتشرملي بهم داك اللحم. هذه طريقه. الطريقه الثانيه هي والحامض، نص حامضه كتعصريها وتخلطيهم مزيان وتشرملي بهم اللحم. الطريقه الثانيه اللي درت انا دابا، درت شويه البزار، درت شويه الزعفران، شديت هذيك المطيشه وهذاك الرمان زدتو عليها والحامض عصرتو عليها، وغادي نخلطهم مزيان وغادي ندوزهم هكا على داك اللحم بصبيعتي. انا من الاحسن كنفضل انكم ما ديروش هكا، ديروا زليفه وديروا فيها مطيشه وديروا فيها دوبس الرمان وديروا فيها عصير ديال نص حامضه وديروا فيها البزار وديروا فيها شويه ديال الزعفران وشويه المليحه، وشدوا داك اللحم وبحال شرملوه في داك المريقه فهمتوا مخلطه. وهنا في هذه المرحله هذه ديروا شي شويه ديال الزيت. انا في هذا الدورمه اللي كندير اليوم غنخلي زيت حتى الاخر، ولكن بالنسبه لكم من الاحسن هنا فوق اللحم مباشره ديروا هكايا الزويت نص كاس نتاع الزيت، ما ديروش بزاف حيت هي كتجي صحيه يعني ما كتجيش مزيته ميدمه، داكشي علاش زوينه. وحاجه اخرى فيا البنات عاوتاني، هي ملي كنكون كنشقى كندير شي حاجه واخا ما عنديش الوقت، ولكن خصني نغسل ديك الساعه ونمسح ديك الساعه البلون دو طرافاي اللي كنخدم عليه، حيت الا خليته مرون ما نكذبش عليكم كتجمع ديك الروينه وما كنحملش راسي، وكنبقى نتخطى الروينه هنا وما عين هنا وما عين هنا، والوسخ كيتجمع تتجي فريمون صعيبه. اما ما حد كي كتشقاي وكتغسلي الماعون اللي خوا غسليه، البوطاجي توسخ مسحيه، ما تخليش داكشي هكا كيتزاد شي فوق شي، الصراحه الصراحه كتجي سهله. حتى الا بكات لي بنتي على قفله ومشيت لعندها ما كنكون عارفه ما خليتش روينه مورايا. فاللب ديال دوك الخضر اللي خويناهم تاع الكوسه وتاع الدنجال كنشدهم كنقطعهم مزيان رقيقين، وكنشد عليهم القزبر وكنقطعو حتى هو القزبر ولا المعدنوس، المعدنوس قزبر ومعدنوس مخلطين ديزون وكنخلطوهم هكا مزيان، كنقطعوهم مزيان 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 رقيقين، وكنزيدوهم حتى هما عليهم على داك هنا فين غادي نديرو الحشو، وكنشدو مطيشه فريش مطيشه عاديه كنقطعوها حتى هي، والبصله، البصله هذه منين طابت ليا هانتوما شوفوها شتو كتولي ملي كديريها في الماء، داك النص اللي قطعتيه هو هاد الجهه اللي محلوله، النص اللي ما مقطوعش هي الجهه اللي مسدوده، وكتبقى تحلي بصيله بصيله، كتبقى تجيك ساهله تحلي هذوك الوراق ديال البصله على بعضياتهم فهمتوا. والوسط، الوسط كاع كيكون داك اللب راه هو رقيق، هذاك اللب ما كيمكنلكش تعمريه انتيا بالعماره. الوغ اش كندير انا، كنشدو كنقطعو حتى هويا وكنزيدو على الحشو. بغيتي تخليه ما تقطعيش وتعمري البصله اللي غتعمر وهو اللي غيبقى تخشيه غير هكاك في الكميله، حتى هو تيجي بنين تيجي زوين الصراحه، يعني كيجي فيها ما يتكال وكتجي فنه يا البنات. انا كنت اول مره كليتها فاش مشيت لكردستان، والاكاد كيديروها شويه مختلفه على العراقيين، يعني كاينه العراقيه وكاينه الكرديه، كاين شويه ديال الاختلاف. وعاوتاني كتبقى مساله ابداع، يعني انا بالنسبه ليا باللمسه ديالي المغربيه كنديرها باللمسه ديالي كتجي عاوتاني زوينه. فاي جربوها والله غير حماقوا عليها وليداتكم الضيافه اللي عندكم، هي راه كتاخذ الوقت. صافي قطعت ديك البصيله وقطعت ديك مطيشه حتى هما يا هكاك رقيقين زدتهم. دابا غادي ندير الرز اللي هو الرز المصري هنايا كنقولوا ليه، بالنسبه لكم في المغرب ديروا الرز كلاصي اللي تكونوا مرقدينه في المطايب ديجا، رقدوه شي ساعه ديال الوقت، وزيدوا الكفته. انا درت ربعه الكفته بالنسبه للرز، مع ربعه الكفته ديروا نص ربعه الرز ولا شويه زايد على نص ربعه مع ربعه الكفته باش تبان ديك الكفيته. صافي كنخلطهم وكنزيد دابا الثومه ديرو نيت. انا درت شي 5 ديال الطروفات ديال الثومه، ودرت هنايا الكورياندر القزبر يابس، ضروري ديروا القزبر يابس شويه، وهاد 7 بهارات راه موجودين في المغرب
وهنايا حتى هما موجودين جوج معالق عامرين مزن طحين وجوج معالق ديال القزبر ديال الزعفران حتى هو الخرقوم يكون عامر مزندح. هنا بالنسبه للمطيشه انا راه كنقطع الفيديو باش ما كنطولش عليكم. ديروا 5 المعالق كبار ديال المطيشه وديروا كاس لاروب ديال هذا دبس الرمان او لا عصير الرمان، راه موجود في مرجان، موجود في اسيمه في المغرب موجود. كاس لاروب ديال دبس الرمان ديال العنبه، وديروا حامضه عصروها مزيان وديروا الملحة. هذا دبس الرمان المذاق ديالو حامض، والبزار البزار ها هو دابا عاد زدتو المذاق ديالو حامض. وهاد الدولمه الاكله ديالها المذاق ديالها خصها تكون حامضه، ما خصهاش تكون هي هنايا مثلا هزوا اصبعكم هكاك بلا لحم لا والو، عندك تذوقوا اللحم البنات الكفته، الكفته راها دايره راها خضراء راه كضر، فديروها هكا صبعكم هزو وصبعكم اصلا غيكون شارب هذيك العطريه وغادي تذوقوا واش الملوحه والحموضه هي هذيك. الا خرجتكم حافظه حامضه ما تخافوش منها، راه هذاك هو المذاق. صافي هنا هزيت الفلفله وبديت كنعبر من الاحسن حاولوا تقلبوا على فلفله تكون رقيقه بحال هكا، ماشي ديك الغليظه، ديك الغليظه صراحه كتشد مساحه. صافي درت غير جوج فلفلات، هي انا ما كنكثرش الخضاري كاملين، كنكثر فيها الدنجال البصله والسلق. الا بغيتو تزيدوا ورق العنب زيدوا غير شي شويه ضروري، فزكوه ما طايب حيت ورق العنب ما كيطيبش مزيان. وبالنسبه للفلفله بالنسبه للكوسه اولا هي القرعه الخضراء الكورجات، هادوك كنديروا غير جوج ثلاثه باش يلا كيعطيونا المذاق ديالهم، تيجي المذاق متوازن جدا. صافي هنايا بديت كندير السلق، هاد السلق كيكونوا فيه بحال الجدوره العروقه، وهذوك العروقه كيكونوا شويه غلاض، ملي كتجي تنيهم كيقطعوا لك الورقه ديال السلق. الوغ كنشدهم انا بالعصا ديال الموس وكنضربهم، راه خدات لي هنا شي 4 ديال السوايع، راه غتشوفوني وجدت لبنتي الحليب قبل وغنعاود نوجدوا ليها دابا، وبنتي كترضع كل 3 سوايع ونص، يعني دابا 3 سوايع ونص وانا باقي عاد تنوجد، وهنا في الفيديو كيبان يا اختي داك الشيء فرفاره طياره. هذيك البصيله هانتوما حتى هي كنعمرها، كندير فيها شويه ديال العماره تاني شتو صافي، وكنتنيها وكنخشيها في الكميله، عاوتاني نفس الشيء بالنسبه الاخرى كنتنيها وكنخشيها في الكميله وكنبقى غاديه. الصراحه كندير هاد النهار كنطيب والله الا كنوجد وكنمشي نهز بنتي ونعاود نجلس ونعرق ونعاود بكل الحب، والله العظيم الا بكل الحب. انا من النوع اللي ما كتبش عليكم ما كنبغيش نفلت هاد الحويجات كي بحال هادو، وما دام الظروف مزيانه ومساعداني. هنا درت مطيشه وحده البنات عمرتها والحشو ديالها كليتو، ما درتوش تمايا داك العماره ديالها الوسط القالب ديالها كليتو. صافي ملي كملت هانتوما انا زدت الزيت، نتوما ديروه في المرحله الاولى مع اللحم، بالنسبه اللي معمرها ما دارت الدولمه ديروه في الاول مع اللحم حسن. ودرتها في البوطه مجهده غير غنبدا باش نسمع الغليه، الوقيته اللي انا البوطه غتبدا تغلي ليا داك الكميله باش تطلع ليا داك الغليه، انا مشيت كنطحن هنايا كنعصر حامضه تكون فيها الماء، وكندير دبس الرمان هنا كان سالا ليا، راه غنجيبو من بعد وغادي نزيدو عاوتاني. نتوما هنا عاودو زيدو كاس لاروب ديال الرمان هنا من هنايا دابا، يعني ديرو الحامضه وديرو كاس لاروب عاوتاني وحده اخرى ديال الرمان ولا كاس كاع عامر ماشي مشكل، وعاودو زيدو عاوتاني 4 المعالق ديال المطيشه ولا 5 كبارين ماشي صغارين، راه كبارين انا راه كنهز هذه صغيره وكنعمرها بزاف ياك. خلطوهم مزيان ديرهم شي كامله ولا شي حاجه تكون كبيره على هاد الزلافه، هاد الزلافه صغيره بزاف. انا حيت متمكده ما وحلتش، ولكن نتوما حيت يلا اول مره من الاحسن ديروه في شي حاجه تكون كبيره غليظه ومليحه، ومعلقه تكون عامره ديال 7 بهارات. خلطوا مزيان، انا القهوه ضروري مبلية ما اختكم ما عندي ما ندير، اسمحوا لي ودوزوها لي في وجهي. صافي وكتخلطوا مزيان 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 مزيان، كتزيدوا عليهم الماء. انا كما قلت لكم ديروه في شي كاسرونه ولا في شي حاجه تكون كبيره، شي بول يكون كبير ماشي بحال هذيك السوبيره اللي حدايا اللي فيها العماره، ماشي في زلافه، ما ديروش في زلافه. انا مع الزربه وبنتي وداك الشيء ما قدراش عاد نبدا نجبد ونقلب على شي بول واحد اخر، وهذا خاصني غير دغيا باش نكمل نهاري باش ندوز داك الشيء في اخر لحظه، حيت صراحه قررت في اخر لحظه انه يكون ندير الحفله، حيت البارح كما قلت لكم كان عيد زواجنا، وانا نقول له ويلي راه عيد زواجنا اليوم، وكان كيقطع في الدلاح ويشد داك القلب ديال الدلاح، احسن بلاصه وزوينه كيدابز عليها كلشي ويقطعها كبيره ويجيبها ليا، قال لي عيد زواج سعيد. كنضحك ما نكذبش عليكم. صافي تديت ديك الكميله وانا غطيها خويت عليها هذيك لاصوص مزيان، جريتها بالماء راه تكون شفتوا كلشي، وخويتها هكايا من الفوق وسديت عليها بالطبسيل، ضروري تسدوا عليها بالطبسيل. الا ما سدتوش عليها بالطبسيل حيت هي عابره هذيك هذاك الشيء كلشي الخضره غادي تطفخ وغتطلع وغتخرج لكم بالكميله وغتخسر وغتفرتت. سمحوا لي
هذاك الشيء علاش كنشدوا عليها الطبسيل حتى كتدخلها طيب مزيان عاد كنحيدوا الطبسيل من بعد. صافي انا هنا خليتها هي دابا كطيب ليا، وبديت بديت في الجميع ديال الدار وداك الشيء يعني في الكوزينه. كنت غنديرو في الصاله الصراحه، حيت الا لاحظتوا راني قلبت الصاله ما خليتهاش كما كانت، رديت كل فوتوي في جي عطاتني اتساع صراحه. ولكن وانا نجي وانا نقول اجي اختي الكراسه حمرين وهذا النهار حمر، صافي غادي نديرو الحمر في الحمر وغنديرو في الكوزينه نيت. فبلا ما تجيو تعيبوا عليا البنات وتضحكوا عليا، شوفوا والمهم هو الكونتوني، المهم هو المحتوى ديال هذا النهار، اللي هو المحتوى ديال هذا النهار هي مفاجاه للزوج الكريم للزوج العزيز الكريديستي بوت بناتي. ندير ليه غداء عشاء رومانسي هكايا، ونديرو حاجه مختلفه مع بعضياتنا ومع بنياتي وداك الشيء. هانتوما هنا فين قلت لكم عاودت ردرت لبنتي الحليب وهي كترضع كل 3 سوايع ونص، بعد المرات حتى 4 سوايع يعني صافي، حيت ملي كيدخلوا كيقربوا يكملوا 4 شهور كياخذوا مده طويله عاد كيرضعوا. صافي هنا كنت شريت هكايا هاد الشكليطات هكا بالوريضه ديالهم، فهمتوا هادي نتاع الشميعه. شوفوا البنات انا ما نخبي عليكم والو، انا هاد الشيء شاريه في عيد الحب على اساس انني غادي ندير عيد الحب، غادي ندير ليله هكا ولا هذا، ما قدرتش ما ساليتش، كانت كسع الحماله وهذا ما نكذبش عليكم ما قديتش. عاوتاني كنت فكرت غادي ندير ماما هكايا ندير لها مفاجاه شي حاجه هكايا، عاوتاني كذلك ما قديتش ما ساليتش. ماما حشمات كتحشم ما غاديش تقدر تقبل شي حاجه بحال هكا، فصافي وبقى عندي داك الشيء حتى لدابا. شوفوا باش صراحه نجيكم نيشان، ماشي زعما دابا عاد مشيت كنخرج كنقلب اخر لحظه فريمون، كنت هادو غبرتهم حيت من عيد الحب لدابا 4 شهور هادي شحال وانا كنقلب، ونت حتى لاخر لحظه وبديت كنقلب عليهم، خداو ليا الوقت نلقاهم، ولكن الحمد لله كوميم درت هكا كيسان هكايا ديالو ديالو لي حتى هما ما نكذبش عليكم شربت فيهم ايفا وايلا هادو شافو بناتي في الطبله قالت لي ايفا واحد ديالي واحد ديال ايلا بابا، درنا الرومانسيه بكريمه الوليدات سبا كاع. المهم قلت لها واخا بنتي ماشي مشكل، واحد ديالك واحد ديال اختك هانيه. فصافي ونفخت النفيفيخات هنايا، كنت النفيفيخات هادو اللي هما عاد شريتهم الصراحه عندي داك امازون عرفتوها البنات ديال برايم، كتشري اليوم كيوصلك غدا، بحال دابا هادو شريتهم البارح اليوم وصلوني فهمتي. صافي كانوا اصلا يلاه وصلوا، ونفختهم نفختهم نفختهم مزيان حمرين فيهم 8، نفخت انا صراحه غير جوج حيت غادي هي تخسروا داكشي ويتلاحوا، نفخت جوج وفهمتي نديروا القياس. خبيت 6 صراحه داكشي اللي خصني ندير فيه القياس، ما تنديرش فيه القياس، يديا متقوبه يا البنات وحق الله العظيم، تنعيا ما نحاول، تنعيا ما نتكيس، تنعيا ما نخسرش الفلوس، ويدي متقوبه. عرفتوا ملي شفت راسي درت القياس في النفاخات ضحكت على راسي ما نكذبش عليكم. ما علينا، وهنايا الشمع كنت حتى هو خديته هذا من ايكيا، راه فيها الشمع في اللوان بحال دابا، انا هذا شاريه صراحه غير هكا مره مستعمله ديجا، ماشي ضروري كنصور كلشي. مره الا بغيت ندير شي كليسه ولا هذا انا وراجلي كنستعملو فقط لانه حمر ما عنديش علاش نستعملو. وهاد البالون هذا اللي معلق هو اللي خرج حتى هو اليوم شريته ورفخته بالهيليوم وجبته، هذيك اللوف وهذاك الشيء اللي في الطبله وداك الشيء كنت شاريها من عيد الحب. صافي هذه هي الزويقه هكا خفيفه نتاع الطبيله وداك الشيء، الشمع اللي غنفخو حتى يدخل عمر يعني غنفخو معاه وكل شيء. وصافي بناتي كي كتشوفوا دايرين يديهم ديك لوف حرت فيها ما عرفت فين نحطها، والمهم انا وحق الله كنضحك على راساتي داير هادشي في الكوزينه، ولكن ما تضحكوش عليا نتوما يا بعض. هاني رجعت معكم، عرفتوا في خبركم توحشت نتقابل مع الكاميرا وندوي. المهم صايبت شويه وجهي صراحه على بالكم شعري من هنا انه ما مصايبش، عاد غادي نمشي ونوشطو مزيان ونقادو ونصايب ليه شي شديده هنا لتحت ما قدرتش نصايبو. تخيلوا هذا لله وهذا جهدي مع البنيات وزعما الصراحه واحله واحله والله العظيم. فدابا عاد مشيت جبت البنات سميتو دبس الرمان باش غادي نزيدو دابا على الصوص نتاع الدولمه، وفي نفس الوقت كملت الطبيله وداك الشيء ولبست بحالي بحال الطبيله الحمامر. هاد الكسيوات راه بزاف منكم كيسولوني عليها، نمشي نهار نبارطاجي معكم لو سيت ونبارطاجي معكم حتى كيفاش تعرفوا تشريو منه، يعني على حساب الجسد ديالك كيفاش تعرفي انك تشري منه. فالمهم كنت بغيت نصايب شعري صراحه ونطلقو ونقادو، هذا شي حاجه اللي شويه مختلفه وهذا ساعه ما عندي ما نخبي عليكم، انا كنشارك معكم كلشي كنبارطاجي معكم كلشي، ما قديتش هذا لله ما بقاش عندي الوقت. ودابا ديجا 7 الا ربع ما عرفتش بالنسبه لكم الساعه راه هي دابا راه 7 الا ربع، فما قديتش حدي، دوشت بزربه وخرجت قديت، ماشي تقديت خرجت جبت هذا من عند صاحبتي وجيت. دابا راني غادي نديرو في الماء قبيله البنات، راه ما درتش الماء بزاف حيت عرفت راسي غير خصني نزيد الماء مع دوب الرمان
هذاك الشيء ما دارش الماء بزاف. فدابا المهم انا راه كنطلق لكم فيديو صراحه كيعجبني داك الفيديوهات وعارفاكم نتوما كتعجبكم عجباتكم هاد القضيه ديال كنطلق الفيديو كنبدا نهضر معاكم. دابا عندك يطيح عندك يطيح عندك يطيح يا بنتي شديها الله يرضي عليك. فدابا بسم الله عرفتوا هادي شحال تحمقني كيعجبني نبقى ناكلها هكا بصبعي وناكلها. فالمهم دابا عاد غادي نزيد كما قلت لكم البنات دبس الرمان. ها هي طابت صراحه طابت الظلمه طابت دايره الماء عاد نزيد شويه ديال الماء حيت هي كتبغي البنات الحلاوه. بيني مالينا نزيد ما يطيب اسرا انا ويا بيتي مدابزين عندي حتى هاد البالونات ما بغيتش نسخن بحال هاد البالون هذا نيت اللي مكتوبه فيه لوف ما بغيتش نفخهم صراحه غير قوت البالونات على والو. عمر من النوع قلت لكم ماشي من هذا النوع ديال زعما الديكور وكذا كيعجبو بحالو بحال اي راجل غتوجدي له هكا طبيله مختلفه وداك الشيء. اليوم راه وجدتها انا وبناتي حيت الزواج ديالي وديالو مع بعضياتنا ماشي من النوع اللي كيحكر فهمتوا كيتفاجئ تعجبو الحال ولكن الا بغيتي تفرحيه كريشتو شكون سميهم شو سميتهم هرقاوي عمر بكال ما شاء الله تعجبو الماكله بحالو بحال الرجال البلديين اللي واخا باقي نجام ديال هذا العصر ولكن تعجبهم الماكله يعني يفضلوا انك تحطي لهم ماكله زينه على انك تمشي تشري لهم طاطا وتكسبي فيها عيد زواج سعيد. ما علينا توا البنات انا غنزيد هذا تقريبا في المجموع انا وهي اصلا الظلمه ديال الظلمه الماكله ديالها هذا عصير الرمان اولا دوبس الرمان حامض الماكله ديالها خصها تجي حامضه يعني السر ديالها هو في الحموضه ديالها صافي يعني هي ضروري خصها تجي شويه حامضه. المهم تقريبا في المجموع يعني من الاول اللي عندكم من الاول ديروا اش غنقول لكم ديروا نص كاس لا اكثر من نص كاس ديروا كاس الا ربع ديال العنبه ديالو كاس الا ربع ديال العنبه صافي هذا غير في لاصوص بسم الله هادشي غير في لاصوص وفي المرقه اللي لداخل راه وريتكم قبيله غنكون ديجا وريت لكم المقياس صافي انا دابا خلطتو مع المطايب وغادي نخليه بسم الله. هو نيت باش غادي نمرق لان المرقه نشفات طابت المرقه اللي كنت دايره في الاول طابت ليا فيها الدورمه صافي ما غاديش ندير دابا الطبسيل كنديروه في الاول غير باش ما يخليهاش تطلع غنخليها بحال هكدا واحد شويه ونطفي عليها نجيب شي حاجه هاي دابا راه باقا كطيب اصلا الخضره اللي فيها الصراحه كامله دغيا كطيب ماشي مشكل من غير غير شويه اللحم اللي كيشد الطياب لتحت وداك الفول وصافي دابا ملي غادي توجد البنات غادي نوريها لكم نوريكم في الاخر الطبله وحتى هذا المهم ديزرت ان شاء الله اللي غادي ناكلو المهم كلشي غادي تشوفوه معايا احنا فيه وتندويو فيه عرفتوا ما نقدرش نصايب شعري يا البنات والله العظيم يعني كنقول اللهم هكا ولا بلاش كوميم صافي وفي الاخر جمعتوا راه نتوما غتشوفوا كيفاش سعلا لمولاتي اسراء الغزال السنفوره شوفوا واش دارت ليا صايبت وقديت عرفتوا تقيت عليا الحمد لله تقيت لي حتى على جهه فمي احفظني الله داك الشيء ما كليته ولكن واخا انك مهانيه المهم دوزي النار باش ما عطى الله داك انا ولا انت القاع القاع انت المره اللي فاتت انا اللي خديته عاود يا البنات الظلمه عرفتوا القاع
كندابزو عليه ديما انا وياه شكون غادي ياكلو، هذا راه خصني نعاودو تندابزو عليه ديما شكون اللي غادي ياكلو. قال لي اليوم كنت بغيت نقول لك صايب لي الدور ما ساعه سبحان الله صايبتيها كي جات صراحه زوينه كيش محسن الظلمه ديالك ياك كيما غادي غادي احسن. Is it the best anniversary؟ Yeah. I told them for Umar is he would love to make food for him better than order cakes and stuff. Yeah, it's better than everything. Isn't it? حتى حق الله قلت لكم عمر بالنسبه لي قلت لكم انا قلت لي انا قلت للبنات بالله عمر بالنسبه ليه طيبي ليه ماكله في شي حفيله ولا هذا احسن من انك تجيبي ليه الكيكه وداك الشيء. قال لي بصح شحال زوينه عرفتوا هادو بصحه وراحه عرفتوا هادو البنات هادو راه هما دوك العود ديال ماشي سبانيش ديال السلق بلاتي نقص من الاضاءه هادو راه دوك العويدات نتاو على السلق عرفتوا كيتحرقوا من التحت تيجيو فنين اوتوماتيكمون. سولني قال لي واش درتي فيها باق لا شتي راه ما جاتش فيري جوسي فصافي دابا غادي ندوزو باش ناكلو. ايفا هلا هلا شو كيو هاي ام جونا بلو نيكست ويك انا دبلو وي وونت تو سيت داون اند كان ذات اون فاميلي ذن عاد صافي هنايا البنات غادي نخليكم تهلاو لي فراتكم بزاف. نتمنى الفيديو يكون كان جا خفيف عليكم عطيتكم فكره انكم تخرجوا شويه من الروتين كيما درت انا صراحه عجبو الحال بزاف 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 عمر هو حيت كيحشم ما يقدرش يعبر في الكاميرا وداك الشيء وانا اصلا ما نخليهش صراحه نخلي التعبير بينو وبينو حسن ليا ما كذبش عليكم الاخبار فراتكم. فحتى بالنسبه للماكله هنا وصلت الماكله وهو كيحشم انا شحال هذه كنت كنحشم كون جالسه كناكل ونصور راسي قدامكم مع ولكن دابا توالفت معاكم ولات كتجيني عاديه ولكن هو لا هو تيقول لك زعما الا كنت كناكل كيحشم يكون شي حد تيشوفيه. فالمهم نتمنى يكون كان خفيف الفيديو خفيف عليكم ونكون فوجت عليكم شويه. عيد زواجي التاسع الحمد لله داز مزيان وبخير وعلى خير اللهم لي الحمد كاينين شي اخطاء كنت كنديرهم من قبل تعلمت منهم وهادشي اللي بغيت نقول لكم حاولوا البنات انكم مره تخرجوا من الروتين ديال الحياه اليومي ونتمنى يكون عجبتكم حيت شحال هذا وانا كنبان معكم حالتي تهلاو ليا فراسكم. السلام عليكم.